قصة حدثت في دمشق وفي جنوب دمشق. في إنسان يعمل يعني بالتعبير الدارج ناطور، ناطور يعني يلاحظ حرس مواد البناء. في أرض معدل البناء، وفي إلى مواد بناء حديد رمل إسمنت. فهذا له غرفة متواضعة جدا يسمى الناطور، ودخله 4000، عنده 8 أولاد. 4000 ليرة سوري. نعم، وعنده 8 أولاد ما بيكفوه 5 أيام. سبحان الله، وضعه سيء جدا. فسمع أنه هذه الأرض صاحبها هو ملكه، لكن جاء إنسان ليشتريها منه. نعم. ويجعلها مسجدا، يبني فيها مسجد. نعم. هذا الإنسان طلب فيها 4 ملايين فيما أذكر. نعم. قال له هي 2 مليون، عمل له شيك، والمليونين المتبقية عند التنازل في الأوقاف. نعم. الأرض وقف لأنه نعم. هو مالك يسجل. نعم. فقال له 2 مليون، عمل له شيك فيهم، والمليونين المتبقية عند تنازل في الأوقاف. نعم. فهو ما كان عرفان ما الذي دفع هذا الإنسان ليشتري أرضه منه. نعم. فلما عرف أنه من أجل أن تكون مسجدا، قال له هذه الأرض تغدو مسجدا؟ نعم. قال له والله أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله. سبحان الله، لا يملي غيرها. يا الله. فقير مطقع يعني، عنده 8 أولاد، دخله ما بكفي أيام معينة. والله بعث له أرض ورث أرس عن طريق الأرس. فلما علم أنه صاحبها الذي يشتري منه الأرض سيجعلها مسجدا، قال له أنا أولى منك أن أقدمها إلى الله عز وجل. الشاهد ليس هنا. يقول هذا الغني الكبير، يعني يتكلم بمئات الملايين، قال والله بحياتي كلها ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير. في كل حياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الفقير. لا يملك غير هذه الأرض، وهو فقير جدا، فقر مدقع، فاستحيا من الله أن يبيعها لإنسان يجعلها مسجداً.